Et voilà un autre épisode de Tunisien Fitness Industry. Je veux remercier les gens qui ont laissé des messages, qui ont laissé des commentaires sur les vidéos que tu as abdées, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce sujet important. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce produit qui s'est fait polémique bien. Il est The Whey Gold Standard. Le produit est fait polémique bien, je vais vous parler de ce produit original et de ce produit original. All this coming up. أول حاجة دوم تقاول البوند البلاستيك هذي والنواف تقا فيها الهولوغرام هذي بالدوري مكتوب عليه أوتنتيك. البلاستيك الثاني اللي هو الخط هذي من لوطا العلبة هذي كي تتصنع في أمريكا الماكينة اللي تخدم القالب البلاستيك هذي بالسخانة تخلي التراس هذي متاع الخط من لوطا. دوك الفرق ما بين الحكة اللي فيها تراس ما فيهاش تراس مش معناتها واحدة أوتنتيك واحدة مش أوتنتيك. دوك واحدة مصنعة في أمريكا تلقاها الخط من لوطا واحدة مصنعة في الأوروبا. دونك لاسوس الثلاثة باش نلقاو كرتون بالابيض من الداخل إذا يحطوه في البرودوي مش في عملية الشحن البرودوي ما يتفرجش. دونك نجيو من اللوطا نلقاو الدات نتاع تاريخ الصنع بالأزرق وتاريخ انتهاء الصلاحية هذوما تلقى ما بيناتهم على الأقل عامين. بالنسبة للبراند هذايا أوبتيموم نوتريشن والبرودوي هذايا نتاع الوي جولد ستاندرد ديستريبيتور أوفيسيل والوحيد في تونس أيكور. نلقاو الفروع نتاعهم موجودين في سوسة تونس في العاصمة في اللاب في المرسى. كيما بالنسبه لجماعه الكابون نجم يجيو لنابو يلقاوني انا مرحبا بكم الناس الكل. بالنسبه لجماعه اللي جابت برودوي هذايا حطونا في كومنتير النوت بتاعكم سينو كان جابوا برودوي اخر حطونا اسم البرودوي اللي قاعدين تستعملوا فيه. اي فوالا لي زامي كملنا الابيزود بتاع اليوم ان شاء الله تكون الابيزود استفدتوا منها. كان عجبتك الفيديو بارتاجيها مع اصحابك سينو خلينا كومنتير وحط لايك على الفيديو ما تنساش ابوني فو ابوني فو ابوني فو. You don't know? Hey yo, I just wanna walk with y'all. I don't wanna rhyme, I just need to talk with y'all. Mamacita, señorita, I'm looking for my wifey. Cats always love me till they girls start to like me. But they don't